أعزائي من فوق جبل أربيل العالي الذي يطل على بحيرة طبرية من الجهة الشمالية، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن خدمة يسوع المسيح. هذا المكان مناسب لأن المسيح مكتوب عنه كان يذهب إلى جبل عالي وينفرد ويصلي إلى الله الآب، وهذه المنطقة حافلة لأن المسيح كان يتجول في تلك المنطقة. من الجهة الشمالية تستطيع أن ترى كفر نحوم، المنطقة اللي عاش فيها، علم وصنع المعجزات الكثيرة ولسيما حول بحيرة طبرية. أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة، رح تكون بركة لحياتك. عزيزي أصلي أن هذه الخدمة تكون أيضا استفادة روحية لك. إذا عندك أي سؤال أو استفسار يمكنك أن تتصل أو تكتب لنا. سأعود بعد قليل. مشاهدينا تابعونا لنتعرف على حياة يسوع المسيح الفريدة من خلال زيارتنا للمواقع الكتابية التاريخية. سنكتشف معا الجوانب الرائعة في حياة وتعاليم يسوع، كما سنستمع لشهادات أناس تغيرت حياتهم بقوة تأثيره. تابعونا في حلقات المسيح الفريد. أعزائي من مجمع كفر نحوم، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن خدمة يسوع المسيح. كانت خدمة متميزة، خدمة فريدة، ولسيما حدثت معظمها حول بحيرة طبرية، ولسيما هنا في كفر نحوم التي تعتبر وطنه الثاني. نحن نعلم أن يسوع المسيح عاش وترعرع في مدينة الناصرة إلى سن 30، وابتدأ خدمته في سن 30 لأن هذا هو السن اللي بيبتدي فيه الخدمة بعد التدريب حتى يكون عنده الكفاءات والاحترام والتقدير. هذا ما كان يفعلوه الربيين اليهود قديما. بعد هذا نقرأ أن المسيح اعتمد على يدي يوحنا المعمدان في نهر الأردن، وتجرب من إبليس في الصحراء في منطقة الجنوب، ثم عاد وعاش في الناصرة. وفي أحد الأيام وقف في مجمع الناصرة ودفع إليه سفر إشعياء، اقتبس من هذا السفر في إصحاح 61 قائلا: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. عندما تحدث عن جوهر بل طبيعة ونموذج خدمته، تعجبت الناس في مجمع الناصرة من كلمات النعمة التي خرجت من فم يسوع المسيح. لكنه عندما قال أن اليوم قد تم في مسامعكم، أي أعلن بكل وضوح وبكل صراحة أنه هو المسيح المنتظر، هو المسيح، غضبوا وأرادوا أن يدفعوا يسوع ويلقوه من حافة الجبل، لكن بمعجزة جاز المسيح من وسطهم وجاء إلى كفر نحوم وعاش حول بحيرة طبرية وكان يخدم في هذا المكان. خدمة يسوع كانت شاملة، تشمل كل النواحي، كانت تشمل الناحية الروحية النفسية والعقلية والجسدية. يقول عنه الكتاب المقدس: يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. خدمة يسوع هي بتعبر عن نفس الرسالة اللي تكلم فيها بمنطقة الناصرة، أنه جاء ليبشر المساكين، جاء ليشفي المنكسري القلوب، جاء ليحرر الناس من تأثير بل سلطة بل قوة الخطية على حياتهم. من أجل هذا يقول عنه الكتاب المقدس عن هدف إرساليته أنه جاء ابن الإنسان
قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، أو كما يقول عنه البشير يوحنا أنه جاء ليعطي حياة وحياة أفضل. بالواقع يضع مقارنة أن السارق أي إبليس يأتي ليسرق ويذبح ويهلك أنفس الناس، أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. جاء يسوع المسيح كما يقول عنه الكتاب ليسترد المسلوب. جاء المسيح لكي ينقض بل يدمر أعمال إبليس. جاء يسوع لكي يشهد للحق ولكي يتمم مشيئة الآب. دائما كان مركز على الهدف، على الرسالة والإرسالية. في أحد الأيام قال للتلاميذ: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. هذا هو عمل المسيح، هذه هي مشيئة الله من أجل المسيح، هذا هو البرنامج الإلهي، المخطط الإلهي، طبعا الرسالة الإلهية، التكليف الإلهي. جاء يسوع خصيصا من أجلك ومن أجلي. وأحب الآية التي تقول أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. يسوع هو المثال الأعلى والأسمل في الخدمة، حيث نتعلم دروس كثيرة منهم. سأواصل حديثي بعد قليل، عزيزي ابقى معي. أنا شخصياً اتلمست مع المسيح لما عرفت مخلص شخصي لحياتي، بعد ما كانت حياتي في الخطية وفي في الكحوليات والإدمان على الكحوليات. لكن لما الله حررني من هذه الكحوليات صارت لي حياة، صار عندي قدرة أن أقول الكحوليات لا. المسيح بيعطي قوة داخلية داخل الإنسان. الأوقات الصعبة تحس أنه في حدا فاهمك، تحس أنه في حدا في أمل. المسيح تلامس معي في الأوقات الصعبة، صدق في عدة ظروف كثيرة. وأول شيء ذكرته في بداية إيماني، وحتى في هاي الفترات وبهاي الأيام اللي احنا بنمر فيها بالوضع اللي احنا عايشين فيه، الرب ما بنسانه، دائما يعطينا السلام خلال الظروف الصعبة. وكثير كنت أمر في ظروف صعبة، كنت دائما أصلي وألتجئ إلى الرب، هو كان دائما يساعدني بهاي الظروف. عزيزي أواصل حديثي عن خدمة يسوع المسيح من مجمع كفر نحوم. عندما رفض من شعبه من أهل الناصرة جاء وسكن في منطقة كفر نحوم. في هذا المكان اكتشفوا عدة أشياء التي تؤكد صحة الكتاب المقدس. هذا المجمع، مجمع كفر نحوم اللي أنا موجود فيه حاليا، يعود تاريخه إلى القرن الخامس الميلادي. طبعا مبني من الأحجار الكبيرة البيضاء، لكن المنطقة كلها منطقة براكين، أو تقع في الشق السوري الأفريقي غور الأردن يعني. فالحجارة في هذا المكان حجارة بازلتية سوداء. فهذا المكان بني على المجمع الأساسي والرئيسي، والأساس ما زال موجود حتى يومنا هذا. فالمجمع هو كان حياة كل إنسان يهودي، كان يأتون إلى المجمع عدة مرات في الأسبوع، يوم الثلاثاء والخميس والسبت كانت تقرأ أصفار الكتاب المقدس، وكان يقوم أحدهم بتفسير الآيات، وبعد هذا الوعظ والأسئلة، ثم يجتمعون إلى مجامع أو مجالس صغيرة حتى يواصلوا التعليم. أيضا في هذه المنطقة اكتشفت الحفريات أنها كانت مدينة عظيمة كما تنبأ المسيح عن خرابها، كانت عبارة عن أبنية وأبراج ومنطقة مجمع كبير، لكنها في هذه الأيام أنقاض وحطام، وتؤكد على صحة الكتاب أنها لم تبنى بعد. اكتشاف تاني، اكتشفوا بيت بطرس اللي كان موجود فيه المسيح، اللي شفى منه حماة بطرس، وبني بشكل كنيسة وتوسع هذا المكان، فأصبحت كنيسة للمؤمنين في القرن الثاني والثالث والرابع في أيام البيزنطيين. ثم اكتشفوا حجر أو عمود لواحد من عائلة متى، قدم تقدمة لبناء هذا المجمع.
بالواقع أنه يسوع المسيح جاء إلى هذا المكان لتتميم النبوة أن أرض زبولون ونفتالي رأت نور المسيح. هذه الأسباط التي واجهت السبي الأشوري قبلا في سنة 722 قبل الميلاد هي المنطقة التي عاينت وشاهدت معظم معجزات يسوع المسيح وتتميم للنبوة في إشعياء إصحاح 9 تمت في إنجيل متى الإصحاح 4. جاء يسوع المسيح إلى هذه المنطقة، ثم هذه المنطقة كانت حافلة بالسكان. حول بحيرة طبرية كان في 9 مدن وحوالي 200 قرية، وعدا عن ذلك كان الشارع الرئيسي أو الطريق الرئيسي الذي يسمى فيا مارس الذي كان يربط من أشور أو العراق قديما إلى مصر كان يمر بجانب هذه المنطقة، والمنطقة كانت سالمة أو هادئة نوعا ما لأنها كانت تحت حكم هيرودس فيليبوس ابن هيرودس الكبير، وكانت المنطقة هادئة أمنيا. فجاء المسيح واختار الموقع الاستراتيجي وابتدأ خدمته من هذا المكان، وابتدأ ينشر دعوته ورسالته أيضا من هذا المكان. خدمة يسوع المسيح كما ذكرت جوهرها بعبر عن النعمة، عن المحبة، عن الرحمة والحنان أيضا. عزيزي المشاهد، سأواصل حديثي بعد قليل. رسالة يسوع المسيح أو خدمة يسوع كانت خدمة الرجاء، الحرية للمأسورين الذين استؤسروا. له رسالة بكل وقت صعب، له إشي بده إياه منا. لما أمرق بوقت صعب أنا بكون متأكدة إنه الرب بده يعطيني الجواب المنيح والإشي الإيجابي. بمرق في هاي المرحلة وأنا إلي رجاء إنه المسيح ينقذني ومن براسن الضيق هذا يرفعني لفوق فوق رفعة قوية. من خلال الصلاة والصوم بتلامس معي، إذا أنا ركعت إذا انقصرت عند قدمين المسيح في تلامس، وإذا ما انقصرت ما في تلامس. حتى في الأوقات الصعبة والأوقات اللي تحس إنه ظلام كأنه أو هالقد الموقف صعب، بس في أمل في المسيح. عزيزي أواصل حديثي عن خدمة يسوع المسيح من مجمع كفر نحوم. ذكرت عن جوهر الخدمة، المحبة والنعمة، الحنان والأحشاء والرأفات، لكن خدمة يسوع المسيح كانت مميزة وفريدة لأنها كانت ممسوحة من الله مسحة إلهية. هذه كلمات يسوع المسيح في مجمع الناصرة عندما قال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. فالمسحة كانت مسحة إلهية، مسحة من فوق. في القديم كانوا يمسحون الكهنة والملوك بالزيت، أما يسوع المسيح فدعوة من فوق، الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، ومسحة مسحة إلهية ممسوح من الله كما تنبأ عنه إشعياء في الإصحاح 11: يحل عليه روح الرب، روح الحكمة والمعرفة والفهم والمشورة أيضا. وهذا واضح من خلال خدمة وحياة يسوع المسيح، فمسحة مسحة إلهية. أما نموذج خدمة يسوع فهو النموذج الحقيقي اللي على كل إنسان أنه يتبع خطواته ويتبع مثال الرب يسوع المسيح. خدمة يسوع المسيح للإنسان الكامل كما ذكرت، للإنسان الكامل أي نفسا وجسدا وروحا وعقلا. برنامج يسوع المسيح كان مزدحما، كان يبتدئ من أول النهار بالصلاة بالشركة والعلاقة مع الله الآب، ثم كان يبتدئ بالخدمة. يقول عنه الكتاب المقدس أنه كان يعلم بالمجامع، أي أنه كان يأتي إلى هذه المجامع ويعلم بكلمة الله. ثم يقول عنه الكتاب عن خدمة يسوع كان يكرز ببشارة الملكوت، فهو الكارز الذي كان يكرز في كل مكان، والرسالة هي اقترب ملكوت الله. ثم خدمة يسوع المسيح ليس فقط التعليم والكرازة، لكنه جاء لينقض أعمال إبليس،
ليدمر مملكة إبليس، كان يحرر الناس ليس فقط من سلطان الخطية لكن من سلطة إبليس ومن الأرواح الشريرة. في كل مكان كان يذهب إليه كان يخرج الأرواح الشريرة. لكن خدمة أخرى تتميز في حياة يسوع المسيح، مكتوب عنه كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. فكان يصنع أعمال الرحمة والخير. في أحد الأيام قريب من هذا المكان أشبع الآلاف، كان يهتم باحتياجات الإنسان بالكامل، كان يحب الإنسان، كان يعرف ما في داخل الإنسان. تعليمه كان يريح الناس ليس كالكتبة والفريسيين. تعليمه وخدمته كانت تعطي الراحة للناس. اللي بيميز شخصية المسيح إنه كان عنده الفطنة والإدراك، كان يعرف ما في قلوب الناس ويتعامل ويتفاعل معهم. شخصية يسوع المسيح كان سهل الوصول إليه، لم يرد أي إنسان خائبا، كان يهتم باحتياجات الناس، كل شخص جاء له اتعامل معاه. ما بنسمع عن أي إنسان أجل يسوع المسيح والرب يسوع رفضه. كان حتى الأطفال والنساء وعامة الناس، حتى أنه كان يجلس مع الخطاة والعشارين الذين يجمعون الضرائب. بالواقع هنا في كفر نحوم دعا واحد اسمه متى أو لاوي أن يكون واحد من تلاميذه، فترك كل شيء وتبعه. وهذا كان عشار يجمع الضرائب، أي أنه كان منبوذا ومرفوضا من المجتمع اليهودي لأنه يعتبر عميل للإمبراطورية الرومانية. كانت خدمة يسوع شاملة متعددة وتلمس احتياج الإنسان الداخلي. ابقى معي عزيزي المشاهد، سأواصل حديثي بعد قليل. أنا ورثت الإسلام زي ما كل المسلم ورث الإسلام، سواء شئت أم أبيت، لست بإرادتي. فكان معرفتي إلى يسوع هو معرفة إسلامية بحتة فقط. هو نبي، لم يكن أكثر من نبي، وكل شيء ما أو المفهوم المسيحي كان خاطئ ومحرف، أنه ليس بالرب وليس بإله، رغم كان يحمل عمل معجزات كثيرة، ولكن كانوا عبارة عن إنسان عادي ونبي كبقية الأنبياء كموسى وداود ويعقوب، ومحمد كان هو سيد الأنبياء ذلك. ولم يكن لي فرصة أن أناقش أو أن أعترض على هذا الشيء، فكل شيء إجباري أنه، وهذه الحقيقة، لأن الرأي الآخر كان مغيب. أنا عرفت الرب يسوع من خلال شخص غير عربي ولم يكن في بلدي خارج بلدي، وفي بلاد متعصبة إسلامياً، وقدم لي الرب يسوع بكلمة واحدة أنه الرب يحبك، أنا سأصلي لك. بعد كنت في حالة من الضياع والتشرد والجوع، كنت عايش على الفتاة، ولكن هذه الكلماته كانت لي مفتاح الحياة، بداية تعرفي على الرب يسوع المسيح. ولكن بعدما جاني يسوع تغيرت حياتي بالكامل بشيء أنا لم أصدقه. كيف كنت الآن كنت عايش، ولكن ما أستطيع أن أوصف لك هذا الشيء أبد. أنه قال لي، جاءني هذا الرجل قال لي اذهب وكله ثقة ثقة، الرب يحبك، أنا سأصلي لك. هذا الشيء أنا لم أصل، استهزأت فيه، قلت أنه بدل أن تعال معي أنا أساعدك أعطيك المال أشغلك معي، يقول لي الرب ما هذا الكلام. ولكن هذا الكلام كان بداية لحياة جديدة. يا
يسوع المسيح هو المثال الأعلى والأسمى، فهو القائد الخادم، هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف، هو الذي يجول ويتحنن على الناس، يشفق عليهم. هو كما يقول عنه الكتاب صديق الخطاة، أي كان يهتم بهم لكي يخلصهم ويرجعهم إلى الله. هو المحرر الأعظم الذي يحرر من سلطة الخطية، من تأثيرها وقوتها أيضا. خدمته كانت تتميز أيضا بالشفاء. قال: أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. كم من القلوب التي انكسرت بسبب الخطية. جاء إلى عالم مليء بالظلمة، مليء باليأس، مليء بالبؤس والفقر والجهل، مملوء بالخطية، عالم ضال محتاج أن يسترد، ضائع لا يعرف شماله من يمينه. جاء إلى بشرية تتخبط بكل أنواع الخطية، الظلمة والعمى الروحي. جاء المسيح ليعالج الجسد والنفس والروح أيضا. كم من القلوب التي انكسرت وتحطمت بسبب الخطية. فرسالة يسوع المسيح قال: أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. رسالة يسوع المسيح أو خدمة يسوع كانت خدمة الرجاء، الحرية للمأسورين الذين استؤسروا لعذاب إبليس والخطية وأصفاد وقيود العبودية. جاء المسيح ليسترد البصر والبصيرة في آن واحد. كان يفتح عيون العمي، يقيم الموتى، يشبع الاحتياجات بكل احتياجاتها، أشبع النفس البشرية. جاء يسوع المسيح كما يقول عنه في الكتاب سنة اليوبيل، أي سنة الاسترداد، أن يحرر من الخطية، من العبودية، أن تكون سنة هتاف وعيد وفرح. جاء لكي يكون لنا السلام والفرح الداخلي، لكي نتمتع بحضوره. يسوع المسيح أرسل التلاميذ أن يواصلوا بنفس المأمورية وفي نفس الخدمة. نعم، إن خدمة المؤمنين في هذه الأيام تشمل كل شيء، النفس والجسد والروح. ويسوع المسيح هو أمسا واليوم إلى الأبد، ما زال يحرر، ما زال يشفي من الخطية، ما زال يحرر من قيود العبودية. جاء يسوع المسيح ليشفي النفس البشرية. عزيزي المشاهد، دعني أسألك في الختام: هل أنت محطم بسبب الخطية؟ هل تعيش بخيبة أمل؟ هل تعيش وأنت قلبك مكسور لسبب ما؟ يسوع المسيح حي، يقرأ على باب قلبك، إنه يعرف احتياجك ويعرف اهتمامك أيضا، إنه يحبك، إنه يهتم بك، إنه جاء خصيصا لك. دعني أقول في الكلمات الأخيرة أنه واقف الآن على باب قلبك. لا تؤجل، خدمة يسوع كانت وما زالت، فهو الحي الذي ما زال يصنع المعجزات. لربما أنت محطم بسبب الخطية أو مقيد بأصفاد العبودية، ولربما أنت تعاني من ضعف ما ومرض معين. هل يعسر على المسيح شيء؟ دعني أصلي من أجلك. يا رب، أصلي من أجل كل مشاهد هذه الحلقة، أصلي أنك تشفي من كل ضعف ومن كل مرض، تحرر من كل قيد ومن كل خطية. أصلي يا رب أنك تشفي كل إنسان وتسترد كل إنسان لمعرفة خلاصك. أصلي باسم الرب يسوع، آمين. على فكرة بحب أسمع منك، اتصل أو اكتب لنا. الرب يباركك، وإلى اللقاء. في الحلقة القادمة من المسيح الفريد سنتحدث عن ملكوت الله. هل
هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ أو تريد الحصول على DVD لهذه الحلقة؟ لا تتردد في الاتصال بنا على noor@lfan.com، كما يمكنك الاتصال تليفونياً على أو من داخل مصر أو من شمال أمريكا أو على العنوان